الكوب 22 كان نقطة انطلاق مشروع أول محطة للأرصاد الجوية بالدار البيضاء كازا ميتيو، مشروع تربوي تعود فكرة إنجازه إلى هؤلاء التلاميذ وأساتذتهم في علوم الفيزياء. أما هدفه فهو تجميع أكبر قدر من المعلومات حول المشاكل البيئية التي تشهدها مدينة الدار البيضاء ومحاولة إيجاد حلول ناجعة للتغيرات المناخية. المشروع هو ان التلاميذ يقوموا بقياسات، وهذه القياسات تخليهم انهم يفكروا علاش بالضبط كاين مشاكل بالنسبه للبيئه عندنا في مدينه الدار البيضاء. هذه المشاكل هذه غادي تخليهم انهم يفكروا كذلك في حلول ويقترحوا حلول. المشروع يمكن من تكريس ثقافة الاهتمام بالبيئة وحمايتها، وبالتالي ضمان مستقبل وتنمية مستدامة، لأن حماية البيئة مسألة تهم الأجيال القادمة. إنه فخر لنا أن ندشن هذه المحطة، حيث ستتيح لنا التعرف على تقنيات قياس أحوال الطقس كالرطوبة والحرارة وغيرها. المشروع الذي ترعاه كل من مديرية الأرصاد الجوية المغربية والوكالة الفرنسية للأرصاد الجوية يسعى أيضا إلى توعية وتحسيس التلاميذ وعائلاتهم بأهمية الحفاظ على البيئة. أما المعلومات التي سيتم استقاؤها من مرصد الأحوال الجوية بمدرسة الدار البيضاء فسيتم نشرها على موقع إلكتروني خاص. المشروع يرتكز بالأساس على تقاسم الخبرات المهنية في مجال الأرصاد الجوية بين المهنيين بفرنسا ونظرائهم المغاربة، خاصة بمدينة الدار البيضاء، وذلك حول مسألتين: الأولى تتعلق بالتنمية المستدامة، والثانية تهم التقنيات الحديثة في مجال الأرصاد. مشروع كهذا من شأنه أن يساهم في إيجاد حلول لمجموعة من المشاكل البيئية في الدار البيضاء، أكثر المدن المغربية تلوثا حسب منظمة الصحة العالمية.